الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 26 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متميمة الأجرمية للشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. عشر كي لح إيا لباتنا لباتني اللحال. كتاب كي الكواكب الدرية شرح متميمة الأجرمية، وألف الشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. فنرى بلاوانا يا عشر كان لحية لباترا باو المفعول الذي لم يسمى فاعل مقع ومقع أجرومي غنو استعمالي ساحب الأجرومية صدا في عن لكن نائب فاعل وي ونو صودا مرفوعات الأسماء بان كسو جريكي كواد بان كبحنا فاعل كي لباد ونائب فاعل باب المفعول مفعول كيبو بابي هيبيا الذي مفعول كاسو لم يسمى على مقعب فاعله فاعل كيس إنا يفاعل لها في عم صوضا وهو مفعول به مفعول الذي لم يسمى فاعله بعد قوضا مارك النائب فاعل إنه كعب برأي يعني ما يشأ مفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول مفعول كباب كيس الذي مفعول كاس ولم يسمى على مقعب فاعله فاعل كيس وهو مفعول الذي لم يسمى فاعله لا يفاعل ويه الاسم ومقع اسم هذه ليلة فعلي حرف باب حي المرفوع اللقو ذا منصوب مجرور باب حي الذي كاس لم يذكر أن شيء معه لجل كيس فاعله كيس مي فاعل كي هذا باب حي وقيم وحال جوجي هو نائب فاعلك أو مفعول الذي يسوق كعبر مقامه فاعلك بوسكيس بضم الميم ميم كلا قد اسم مكون مقامه بوسكيس مركب باب كنرته وحالة نائب فاعل نائب فاعل واسمي وعلى فعل حرف باب ومرفوع منصوب مجرور باب سمايه لمشي لم يذكر معه فاعل فاعلك لما شيء هو لحذفي وحذف وحان لو حذفي لغرض من الأغراض وجيدوين وجيدوين كاس ولماذا قال الله يقي بيانه غرض لفظي هي غرض معنوي غرض لفظي هي غرض معنوي وايه غرض لفظي غرض حاجة لفظي كوسابس يا غرض حاجة معناها كوسابس لبضع سا أغراض لو حذفه لو صوكوبة غرض لفظي وغرض معنوي غرض واللفظي غرض ومعنوي وحاجة معناه واي أبياداً وقاركو إشارة هي سدح مسألة ومركوة سدح مسألة واللغها الله نايو فاعل غرض حذف الفاعل فاعلك سوت اللي واحد في أجيد غرض وأجيد صواب هدف لابا وحا نايو فاعلك النقرع مركي فاعلك اللي حذف وحا نايو فاعلك النقرع اسبدل كوكو إيماناي وحنا يفاعل كان نقرا الليفتيس ومفعول به بقى وهر وحنا يفاعل نو وحنا يفاعل نقض وافر لكن لم بركو وحا مفعول به اسبدل كو ايمانا الليفتيس صدح اسبدل كفعل كو ايمانا فعل كقاتنا يفاعل فعل كنا يفاعل قات وماضي مضارع امركم اجري اسبدل كو ايمانا غرض كي لفظي أها وابضي غرض كمعنوي أه حاجة معناها ولا بناي ولماذا قارب صدح كسوق لبا كسوق مذ وحيد لهن
وغرض حاجة سجعية قطعة السجع وهرسية أو من كمت من ضابت سريرته حمدت سيرته من ضابت سريرته حمدت سيرته من ضابت سريرته نك سرتي سوى ناكسنات حمدت سيرته سيرديسة أيالا مهدي أبدقا كيس أصل كوحوا من ضابت سريرته حمد الناس فاعل بجري حمد الناس سيرته مرك وركي بعد إيران هذيل من ضابت سريرته حمد الناس سيرته وركي بعد إيران سكمان قاب سنة كسج عدرتي بالواحد فعل السج وعلي من ضابت سريرته عمدت سيرته من ضابت سريرته عمدت سيرته و سجع قاس أغراضك على بدن لفدي أه حاكم إذا للعلم إن الواحد في أوغانش سيدا وخلق الإنسان ضعيفا للعلم منه للجهل إن الواحد فسرق المتاع على ابتباع اللحظة للخوف منه إساق على قعب صنعية للخوف منه وعلى قعب صنعية قتل رجل نيم بالدلي انك وحي للدلي ان اركيسا ودعك لكن واخ كدعي كرمج ان سوقا لو دله ما واخ كهدل كرا جير وقتل رجل نيم بالدلي للخوف عليه سقاد وبقيسا شتم الامير مدحوينه والعينك عاي ود اركيسه وان مغليسه حداد شتم فلان بعاي الامير مدحوينه دينك ان لا خلو او لا حبسيو او دب لو جيش للخوف عليه إساق الله بقايا بركة للعلم للجهل للخوف منه للخوف عليه للتحقير الليد ضرب الهتين بمثاليان وكال عرب تهري الجهل ذاتك الصومالي حتى إنك وإن وير بضانتها هتين وحايدا واحد صومالي ذاتك أنا إدها والا دليا ومدقاك وكال عرب تهري هذه جرى هتين هتين وين حوى الفنون هتين هتين وين حوى ما لها شيء بيدي هتين مدقان وهتين ومدقان وين حوى الفنون علم أدنها كوين عربتها وظلم نوع يدن بيه ظلم خطر هتين هتين وين حوى ما لها شيء هي بني هاشم حوله أدنها دو كوين مركا كان للتحقير بيحيان للتحقير وايه كواسا أوين مركا للعلم للجهل إلى الخوف منه للخوف عليه للتحقير للاختصار أرمها أسوين كاوى غرض حذف من أغراض حذف الفاعل أما غرض حذف الفاعل فاعلك وجدد اللي حذف غرض لفظي وغرض معنوي أرنت الله بذو وإسبدل كوكو إمان عيا وحن نائي وفاعلك النقض وحاكو نائي وفاعل النقض أن مفعول به كو وحن ضرب زيد عمرا بمشن تالي ضرب زيد عمرا زيد كيبا لحذف بوس يا إمانة عمر بمفعله ضرب عمر عمر بالله قراعي مركا اسمه دالك كو إمان لبا أمهم سي مفعول به ومركو نا يفاعلنا وحنا يفاعلنا وغدنا يساقى كو وحاليه مرفوعا بعد أن كان منصوبا مرفوع ونقول بريه لنا محمد مفعول به منصوب وهذا مرفوع على قد إنه نا يفاعل وعمدة تم ونقل بعد أن كان فضل مريور النيرات بإسكاها هذا لكن ونقلنا يا عمدة تير الحذف كري مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا فعل كيسبد الباكو إمام فعل كان يفعل كقاتل وعلوك لقاذ ماضي مضارع ماضي هدوية ضم أوله وكسر ما قبل آخره ضريبة قتل جلسة أكل شريبة ضم أوله حرف كوه الرئيقات وكسر ما قبل آخر حرفك وقدم ككورين حوص ضرب مضارع هديها ضم أوله كوهري وفتح ما قبل آخر كوقدم ككورين كوري يضرب يقتل يجلس يؤكل يشرب باب المفعول مفعول كبابها الذي مفعول كاس ولم يسمى باب المفعول مفعول كبابها الذي مفعول كاس ولم يسمى لما قام فاعله فاعل كيس وهو مفعول الذي لم يسمى فاعله على اسم مقعوية المرفوع اللي قده
الذي اسمه مرفوع لم يذكر الا شيء معه لجرك سفاعله فاعلك سلم شيء واقيم وحال جوجي هو مفعول الذي لم يسمى فاعله كاس ونائب فاعلك مقامه مقامه مقام الفاعل فاعل كبوسكيس فصار وحو أهالي نائب فاعلك ويسوي مفعول الذي يكعبر مرفوعا مرفوع أهالي بعد أن كان انتو أكد منصوبا منصوبا بريور مفعول به وها هذا نائب فاعل بالنقض مرفوع وعمدة تنتير بالنقض بعد أن كان فضلة إيراد إيه زيادة مرفوعة فضلة وزيادة فلا يجوز مبان وكمرك بعض أحكام النائب الفاعل وفاعل كأحكام تيسات قرن إسو فلا يجوز مبان أن حذفه إن لحذف النائب فاعل كبعده لأنه عمدة ويوازك قرن واتيره ولكونه عمدة بيوخ فلا يجوز مبان أن حذفه إن لحذف ولا تقديمه إن لغور مريان من عكرت النائب فاعل على الفعل فعل كإن لغور مريان من عايسو أن أمبوسك فاعل كمبوتاني ويجب وحواجب تانيث الفعل فعل كإن لدديقي إن كان هدوية نائب فاعل مؤنثا حقيقيا بها الكالو داري مؤنثا حقيقيا هدوية نحو ضربت هندو مالا قراعي ضربت فيه لحظة مركي صد حسب عراب كي دوار لبنا ضرب فعل ماضي مبني للمجهول إلا الله ضرب انت بعض كجوشت ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتلة محلو من العراب والتاو علامة التانيث هند نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هذا كل الذي يلي كرتين هذا في هذا ضرب ضربت ضرب فعل ماضي ماشي مبني للمجهولات مبني لما لم يسمى فاعله ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني على فتح الله محله من الإعراب وتاو علامة التانيث هند نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وهذا لم يتصدح ضرب فعل ماضي مغير الصيغه بعد صيغه وحال بدل حركه دي وكان ضرب ما شباب ضرب لي صيغه واسده ضرب وحي قران ودن وحال دي مغير الصيغه ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وتاو علامه التانيث هند نائب فاعل مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخر ونحو إذا زلزل هذه لجلجل على الأرض دلك مركا الأرض هذا معها مؤنث حقيقي إيه لكن هو القرآن إذا زلزل تأذى لما يقول كر إن القرآن قال هذا لما يبدل كر ما قرأت صادرت النحو ذو نحو ذو يضع أباه القرآن ونحو ذا على الرواين أدل لك سوق القرآن هي شواهد نحوذ يضع قرآن كوباها مارك إذا زلزلت الأرض لكن لا يفاعل زلزلت تأذى هذا اللي قمت قوين كان الأرض وتعنيث مجازي لكن وقرآن زلزلت تأذى هذا اللي قمت قوين كره إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مارك تسوكو بنا وحدي إذا ظرف الزمان مبني على سكون في محل نصب مارك قالنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرده ومنصوب بجوابه مضمن معنى شرد مبني على سكون في محل النصب زلزل فعل ماضي مغير صيغة الله نوى القرآن مبني للمجهول لما ذكره جهل لك كما سكون وحكست إله وأوي والله بكل شيء عليم زلزل فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاو علامة تانيث الأرض نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ويجب وحواجب ألا يلحق إنه سهل الفعل فعلك فعلك قاضنا نائب فاعلك ويجب وحواجب ألا يلحق إنه سهل الفعل فعلك علامة تثنية تثنية علامة إنين هليل أو جمع علامة جمع إنين هليل معناها نمانكي وحلقة إلى أن أسمى قرنيس نمانكي أكلوني البراغيث إن كان هدوء هذا النائب فاعلكم مثنى هدوية أو مجموعة هدوية نحو ضرب الزيدان لبدي زيد بالقراء وضرب الزيدون ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل من الإعراب الزيدان النائب فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قال الله ما ضرب الزيدان الله ما أسلماه مبعد بيت بيرشي لكن وحوين لا ما سوى قاضي
وضرب زيد وضرب الواو حرف عطف وضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتح لا محل من الاعراب زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم وعوض عن التوين في الاسم المفرد ويسمى وحاله مقع مسألة مهمة في رحب ويسمى وحاله مقع أيضا نقي مفعول الذي لم يسمى فاعله أبابي أجرومي وأبابي النائب عن الفاعل فاعلك كي نائب ككا سيدنا أنا اللي جعله في رحب وهذه العبارة عبارة النائب الفاعلة لمن مالك بي أصغناتي وهي يضع أحسن وناكسن وأخسر قابل الله وصبتنا كو وناكسن بان أحسن يضع وناكسن لأنها أوضح في بيان المرادب وجدد ويعدس فاعل هدي اللي وهي نائب فاعل مدحوين هدي اللي وهي نائب الرئيس والله دي ماي معلن كيبا ما أنت شقدي قبل وهي نائب كيبو كينا بديل كسوما نائب فاعل مركب وكي نائب كاكا الله وصبت والله دور تالي فيه أحسن إيدا وناكسن كوب في بيان المراد مراد كبير عبدس وأخسر إيدا قابل نائب فاعل والله بأرغم نائب الفاعل لما يرغم سوء إضافة سوء مضافة مضافة له نائب الفاعل نائب فاعل كي كلنا تري المفعول الذي لم يسمى فاعله وحول دانا سبار كان نائب فاعل للاختصار كان قابل والعرو تحب الإجازة الإجازة العرب تحب الإيجاز وبلاغة كم تحب إيجاز وركو وبنو معنى الرن صد حاد بجرو هل كان لغو الدراج نايو فاعل صد حرم بكو وناكسي أحسن وناكسي هو لبيان المراد وجددي هو عديو فاعل كاكين نائب كاكاهو وأخسر وقابن هو اللبا يرون نائب الفاعل لبا يرون سما وأشمال قدر وأشمال إساقا كل من بطن فيرا تاسع مسألة وين كجرت وأشمل محل جوضة فير المفعول الذي لم يسمى فاعله هذيلا أرهن كان آذو فير المفعول الذي لم يسمى فاعله هذيلا روح بالله وحمود نايف فاعل مفعول به بس النقطة ما قال إنه حال باب المفعول مفعول كي بابه الذي كاس ولم يسمى على ما قال فاعله سمى روح بالله وحمود ملاين وحنايف فاعل نقول كنا كريه مفعول به مفعول به روح باللغة مفعول إن بعلى شيء مكت أفر شيء على نقطة نائب فاعل أفر مفعول به وكو مصدر ظرف جاري مجرور أفر شيء وحين نقطة نائب فاعل مركب وأشمال عبارة وحي كل منها يسمى مفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور أفر تيم لكن هذه المفعول اللي روح باللغة محو فهمه وحن نائب فاعل نقطة كره مفعول به أرنتنا صعب معه ويسمى وحلو مقعب أيضا لقول نقي النائب كي نائب كاكا عن الفاعل وهذه العبارة عبارة لابن مالك بأسوغنات وهي يضع أحسن وناكسن أبو حيان وحي عدك ولم أرها لغيره وهي يضع أحسن وناكسن وأخسر قابل ويسمى وحلو مقعب فعله فعل كيس فعل كيس بدل كوي بانا واه فعله نائب فاعل كفعل كقابل أيوه الفعل فعلك المبني للمبني للمجهول وليره والفعل المجهول انا والوسوك مبني للمجهول بس والفعل فعلك الذي فعلك اصلا لم يسمى الا مقعين فاعل والفعل مغير صيغه قدر سغ مغير صيغه وال واصل وقدر والفعل المغير صيغه والفعل المغير صيغه صيغه سل الدوري انت اصلا مقع وليه الفعل المجهول هوست هذا فعل المجهول فهي ويسمى ايضا الفعل المبني للمجهول والفعل المغير الصيغه ما لها اركان ويسمى وحاله مقع فعل وفعل سؤال فعل فعل المبني للمبني للمجهول مجهول والفعل المجهول مبني للمجهول بس هذا اسكان ذكرت والفعل فعل الذي كاس لم يسمى الا مقع فاعل والفعل المغير الصيغه فإن كان الفعل فعلك هدوية ماضيا ماضي هدوية ضم أولها أول كيسا لقد وكسر وحال غصر ما قبل آخره آخر كيس وحا كوري حرف كوري ما قبل آخره وحا حرف كوري 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 ما كوري وكسر وحال غصر ما حرف قبل آخره آخر كيس كوري ضرب ضري قتل قتل الخراصون وإن كان هدوية مضارع مضارع مياه ضم وحال قدي أول حرف كوهري وفتح وحال قري ما قبل آخر حرف كوهري حرف كوهري
نعود ضرب زيد ما على قراء وهي ضرب زيد ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مر هذا إسكيه عربي ضرب فعل ماضي مبني للمجهول ضرب فعل ماضي مجهول ضرب فعل ماضي مغير وصير ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فعل أنت واسك يا بنات ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ويضرب الواو عرفعة يضرب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع للتجرد من الناس والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فإن كان الماضي ماضي يهديها إن زيادة أول أنت مبدوعا من لو باللوض بتاع أنت تاذا سو زائدة زيادة تاء المضاوع نوالي مضاوع تاء المضاوع مضاوله واحد مدو نو دغ انك بتاء زائده سواء كان للمضاوعه مثل مثال المضاوله مضاوله لمره مضاوعه مضاوعه عين مدين دي سدا صح مضاوله انك نو دغ مضاوله ما مضاوعه لها مضاوعه مخصص فان كان الماضي ماضي هديه مبدوعا من لو بلو بتاء تاذا سو زائده زيادة تاول مضاوعة ليرة هذا يضم وحلو قدي أول وحرف كوري وثاني كلبات سكودر إعراب جو حي اسمه بدلا إلك حرف كي كوباد يا كلبات سلقو نحو تعلم ولا برتين تعلم ولا برت وتدوري ما ولا قراعي تدوري ما تادي ضاد كوي سلقو ذي تعلم تادي عين كوي سلقو ذي ملك سوا فعل ما دمني للمجهول وحي اسمه بدل ما من عرفت لكن محو كوشي جاي وإن كان هذا هذا فعل كي ما مبدوعا من لغو بلوذي بهمزة تواصل همزة تواصل مبني للمجهول لواي ثم أول حرف كوهر والقذ وثالث كصدح نحو انظر قوال لتقاده انظر انطلق ماشي انظر قد انظر ككوباد همزة يك لباد ما هي كصدحات يعني ككوباد يا كصدحة كصدحة وعطاد انظر كصدحة وعطاد استخرج وإن كان هذا الماضي مبدوءا من لو بلو بهمزة تواصل ضم وحل قدي أولها والكيس وثالث كصدع نحو انطلق واستخرج وإن كان الماضي ماضي هدويه معتل العين عين تسمى يجرا معتل العين وحصر في اسكجرا دحل هدوك جرا يا حرف كدحل على قوات معتل العين هذا مثلا قتل لوير قتل حرف كوهري فاء بيوية قانا علم هذا الصرف قاف كاس فاء وحب اللغة وكير ورين لكن واستلاح تالا قتالا دحوي كجر تاسوما عين بانه لام كاللام بانه وعدم كسوق عدمان صدح يا حرمين كجر وغو حالو دي ف عين كوحالو هيك عرف ضرب انو كان ضرب مدان وحوي كجر ضرب الضاد كوحال دي ف راء ذا عين باء ذا اللام على وزن فعلا فعلا صوصاو ما سوى سنه فعلى دي با ميد كاستا marka lagu binaynaa marka alfaa haday ku dhaan waa xarafka koobaad ayn waa dhexda wasa lam aakhirul kalim wa in kaara al maadi maadi gaadu ya mu'tal al ayn ayn kismidu jiray falaka waxa ku sunaaday kasru faa'i faadi sayra hoos dhigto xaraf koobaad ma galay faad fa tasiru wa hayani aynu ayntis ya annahu qila wa bi' saddah wajba ku jira qila wa bi' قيل يبيع لغة أوفى صاحب هذا منها قيل بيع قيل بيع مذو حاجر إشمام ليرة قراءات كقارقو إماد وقيل وحكونا واقع قد بعد سكان يسو وقيل وقيل الذين مارك من ذو وقول يبوع قول أوبا بتكينسا قول وبوع وإن كان الماضي ماضي أدوية معتل العين عين تيسو مذا يجرن تفلك وحقوسونا كسر فائي فادي سينا توصلت فتسير عينه وحي أهانيا نحو قيل وبيع ولك وحاقوس هنا إشمام الكسرة كسرة دي إن لأرسي الضمة تقد وهو أرسين تخلط الكسرة كسرة دي بعد كل إيه بشيء شيء من صوت الضمة الضمة عد كارئة وقيل ولك وحاقوس هنا ضم الفاء فادي إن لقده فتسير عينه وحيهاني واو ساكنة الرب نحو قول وبوع ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت شعري
ليت وليت الله شليت وهل ينفع شيئا شيء ما انفع عوي ليت ليت شبابا الله دل يرنم بوع ما لصوغت وبوع على قدنا هدي الهيري لا فاشتريت ان سوء يبسر دل يران لسوء يبسر الهيري نندقوا على دل يران يقدر ليت وهل ينفع شيئا ما انفع ليت سوينك قارو حدا ليت وهل ينفع شيئا ليت قال سيدي سيقول ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا الا دلن يرى نما بوع ما لقدوي او فاشتريت ان سو يبسده بوع ذا سو يمرك بوع قولا ولك وحاك سنة ضم الفائفة ذا إلا قد فتسير عين وحيان وانو وذا سو ساكنة الرب نحو قولا وبوع والنائب عن الفائل والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوسع.